الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة. رئيس الوزراء يتابع المشروعات المنفذة في قطعة الطرق والسكك الحديدية ومترو الأنفاق. قناة السويس تشهد عبور ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم في أولى رحلاتها البحرية. السابعة مساء في القاهرة، موجز لأهم وآخر الأخبار من تلفزيون النهار، مرحبا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة من الطلبة للعام 2020، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من الوزراء والمسؤولين. ورحب الرئيس السيسي بأسر الخريجين المتواجدين بالحفلة وتهيئتهم للدفاع عن مصر، معربا عن اعتزازه بما يقدمه رجال الشرطة للدفاع عن الوطن. ومنح الرئيس السيسي أوائل كلية الشرطة نوطة الامتياز من الطبقة الثانية. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مراسم تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، والتي تضم لأول مرة الطلبة من الحاصلين على ليسانس الحقوق. نحتفل بتخريج 1501 من طلبة كلية الشرطة، من بينهم 51 طالبا وافدا من دول فلسطين وتشاد والصومال بنسبة نجاح بلغت 99.6%، وتخريج 595 من طلبة الكلية خريجي كليات الحقوق بنسبة نجاح بلغت 100%، من بينهم 133 طالبا حصلوا على درجة الماجستير في القانون. بدأت الاحتفالية بعرض للدراجات الهوائية عكس القدرة التدريبية واللياقة البدنية لطلبة كلية الشرطة، حيث قاموا بتشكيلات متنوعة اختتموها برسم لوحة لعلم مصر. وأدى الطلبة عروض القوى البدنية والدفاع عن النفس، وهي تعد نماذج من تدريبات متقدمة تلقوها خلال دراستهم في فنون الاشتباك والدفاع عن النفس، تفيد في المواقف التي تصادف رجل الشرطة أثناء أداء واجبه. تقوم مجموعات من طلبة السنة الأولى وطلبة الكلية من خريجي كليات الحقوق بعرض نماذج من تدريباتهم المتقدمة في الكاراتيه والاشتباك والدفاع عن النفس. اشتعلت أرض العرض بعروض الكفاءة القتالية وميدان الجبال. وعلى يميني ويساري خط المنتصف مجموعات من الطلبة تؤدي بعض المهام القتالية، إضافة إلى عروض فنون رياضة الباركور والتي تم تطويعها لخدمة العمل الأمني. كما أدى الطلبة قفزات خطرة بارتفاعات متدرجة واجتياز للموانع متدرجة الارتفاعات والمسافات والأحجام والصعوبة، موانع متحركة وأخرى ثابتة، كلها تعكس مدى الشجاعة والإقدام والمرونة والقوة التي وصل إليها الطلبة أثناء تأهيلهم بكلية الشرطة لمواجهة متطلبات العمل الأمني. تضمنت الاحتفالية بيانا عمليا استعرض قدرة القوات على التعامل السريع مع هجوم إرهابي على ارتكاز أمني، مع مداهمة البؤرة الإرهابية التي لجأ إليها الإرهابيون للاحتماء بها. سيارة نص نقل في الطريق إليك وخلفها سيارة نجدة، مطلوب استيقاف السيارة وضبط العناصر اللي فيها والحيطة والحذر أثناء الضبط لوجود مسلحين في السيارة. وشاهد الحضور عرضا عاما لمركبات وزارة الداخلية الحديثة، والتي تم تدعيم قطاعات الوزارة بها لمواكبة التطورات المتلاحقة التي يشهدها الوطن. صاحبه عرض لمجسمات لأساليب الإخفاء والتمويه. وعقب تسليم وتسلم القيادة، أدى الخريجون الجدد يمين الولاء. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم. الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بمنح أنواط الامتياز من الطبقة الثانية لأوائل الخريجين تقديرا لتميزهم خلال فترة دراستهم.
السيد محمود توفيق وزير الداخلية في كلمته في الاحتفالية أكد على دور وقدرة الشرطة على الحفاظ على أمن الوطن واستقراره ومواكبة التطورات المتلاحقة التي يشهدها على كافة المستويات، وذلك من خلال تحديث وتطوير المنشآت والمرافق الشرطية وتزويدها بكافة الإمكانيات المادية والتقنيات اللازمة، وتضع السياسة الأمنية في ضمن أولوياتها تثبيت دعائم الأمن الوقائي. من بين الخريجين 9 من أبناء الشهداء أصروا على استكمال مسيرة آبائهم في حماية الوطن، وعرفوا كويس إن مصر محفوظة بأمر ربنا سبحانه وتعالى، وهتفضل مصر دايما عظيمة وقوية وأبية طول ما فيها رجالة زيكم. نماذج من أسر الشهداء استعرضوا مسيرة أبنائهم الشهداء مؤكدين فخرهم واعتزازهم بتضحياتهم من أجل استقرار هذا الوطن. أكيد بابا شايفنا وحاسس بينا وفرحان بيا وبتخرج أخويا عيد اللي بشوف فيه بابا فرجولته وحبه للخير وحنيته عليا وعلى اخواتي، والنهارده لما شفته وسط زمايله كلهم قوه وعزم واصرار اتاكدت ان دم بابا ما راحش هدر. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه التهنئه للخريجين بخاصه من ابناء الشهداء. يؤلمكم ويؤلمنا غيابهم واستشهادهم في سبيل مصر، لكن عزائنا، وانا مش عايز اخلي اليوم يعني صعب، لكن عزائنا ان هم قدموا ده عشان 100 مليون مصري يعيشوا. 100 مليون ده تمن كبير قوي. عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم اجتماعا مع المهندس كامل الوزير وزير النقل لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة في قطاعات الطرق والسكة الحديد ومترو الأنفاق، وشدد رئيس الوزراء على أهمية الانتهاء من مشروعات موقف تطوير وتوسعة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، كما كلف مدبولي بسرعة توفير التمويل المطلوب للانتهاء من أعمال تطوير وصيانة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، مشددا على سرعة وجودة التنفيذ. أخيرا، حيث صرح رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع بأن حركة الملاحة بالقناة شهدت ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم في أولى رحلاتها البحرية ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة قادمة من السعودية ومتجهة إلى هولندا. ووجه الفريق أسامة ربيع بتوفير كافة الخدمات والمساعدات الملاحية وتعيين مجموعة من كبار المرشدين لضمان عبور السفينة بأمان وسلامة، مؤكدا على جاهزية قناة السويس لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من سفن الحاويات العملاقة ذات الغواطس الكبيرة. كان هذا موجز 7 مساء من تلفزيون النهار. دمتم بخير وإلى اللقاء.